السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه صحيحه لاباس؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير واموركم كلها مزيانه ان شاء الله. ديوش على الصويس، ضربني البرد. المهم، اول حاجه واخا خسرنا الماتش ديال قلت شنو دار لكم هي البدايه، واش غتشوفوا الفيديو كيفاش داز. واخا خسرنا الماتش ديال المغرب مع فرنسا، ولكن الحمد لله كاينه كما تيقولوا روح رياضيه. واخا كتحسي بشي حوايج ما كانوش عادلين في المباراه، ولكن بالخصوص الحكم، ولكن الحمد لله اننا وصلنا لواحد المرتبه اللي ما وصلش لها شي بلد عربي، وهذا راه حتى شو راه انجاز، وترفعات الرايه ديالنا في كل مكان تبارك الله، وحيحنا وفرحنا والحمد لله. عرفتي واخا بتنا نعسنا واحد النعسه كتحسي براسك بحال ما قالت لك شي حد، بحال عرفتي والله الا صحاباتي وانا عرفتي شحال بكينا البارحه راجعين في الطريق. حتى الفيديو ما قدرتش نكملو لكم لانه سي نورمال غيبقى في كل حال، اكيد غيبقى في كل حال، ولكن هذا هو هذه الكره. المهم حبيباتي، وعليكم السلام. المهم حبيباتي، اول حاجه بغيت نبارطاجي معكم واحد لابليكاسيون سميتها ساند ويف. غنخلي لكم البنات التطبيق الرابط ديالو، غنخليه لكم في اول تعليق. غتدخلوا غتكليكيو عليه وغتيليشارجي لابليكاسيون هذه، وغتستافدوا البنات من كود برومو 10 اورو الا كنتو في اوروبا، و10 باوند الا كنتو من بريطانيا. ابليكاسيون لي واعره، و حتى الطو دو شونج طالع بزاف، كيوصل حتى بحال دابا باوند حاليا راه داير 11.84، يعني راه شي حاجه لي طوب، و راه كيطلع و كينزل كل نهار كيفاش، يقدر يتلقاو طالع اكثر وفي بلاصه اخرى راه ما غتلقاوش. وهاد لابليكاسيون البنات ديال ترانسفير الفلوس راه امينه، تقدروا تبعثوا الفلوس من بلادكم اللي نتوما عايشين فيها اوروبا، وهذا بريطانيا، ادخلوا غتلقاو البلدان اللي هما يمكن لكم تصيفطوا منهم الى المغرب. الصراحه طوب وامينه، انا يلا بديت نستعملها الصراحه، جاتني احسن من دي زابليكاسيون اخرين. فابور ما تتخلصي والو، وفي نفس الوقت طوب شونج طالع ديال بصح. المهم البنات الا بغيتو راه امينه، انا ديجا جربتها. الا بغيتو تيليشارجيو لابليكاسيون وتستافدو من 10 اورو كود برومو غتديرو اسيا، انا غنكتب لكم هذا هو كود برومو هنايا. وبالنسبه للتطبيق في اول تعليق كليكيو عليه تيليشارجي لابليكاسيون تقيدو فيها، سهله باش تقيدي. غتلقاو منين تبغيو تدخلو كود برومو غتلقاو واحد اللعيبه دايرين لك واحد العلبه ديال كادو، واحد الراس، داك الراس هو اللي تكليكيو عليه كيقول لك طابي كود برومو كود، غديروه وغادي تديرو اسيا باش تستافدو من 10 اورو كادو. بحال صيفطتي 1000 درهم غتوصل مولين الدار 1100 درهم، فشي حاجه اللي زوينه. المهم حبيباتي ما نطولش عليكم بزاف، دوزت البارين حتى دويشة فعلا تاركه بارين بارين يلا اري، ولا تقول اري تدرى ميكس اري، تتهضر بالكرديه والانجليه والعربيه يلا يلا صاف صاف صافي 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 لك نحيد لك صافي صافي ونشف لك شعرك صافي 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 نعس لأنه غدا أنا غنهضر لكم على هادشي صافي 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 فكيتها عليا يلا قلت لها تنعس، بغاش تنعس ليا والو، عرفتي ضروني الحلاق، انا اصلا محيده الحلاق بالبنات مهنيه منهم واحد الناحيه، ولكن من ناحيه اخرى منين تيضربني البرد هذا اللي تيقيس هنا الحلق، شوفوا هنا عنقي من فوق تينوض عليا الحلاقم مجهدين، لانه الفراغات ديال بلاصه الحلاقم كتنوض عليا، الفراغات ديال الحلاقم تينوضوا عليا مجهدين. تخيلوا معايا الناس اللي محيدين الحلاقم تياكلوا الدقه اكثر من الناس اللي ما عندهمش الحلاقم، تيقوا بيا اكثر من الناس اللي عندهم حلاقم، كناكلوا الدقه حنا اللي محيدين الحلاقم اكثر من الناس اللي عندهم الحلاقم نفسهم. المهم حبيباتي نجي هنا نجلس لكم باش نبان لكم مزيان. بختيار غدا ان شاء الله عنده اوبيراسيون على النيفو ان شاء الله، دابا غادي نهضر لكم كل واحد توصل الوقيته ديالو باش غنقول لكم شنو عنده. قلت لكم البنات غدا ان شاء الله باذن الله تعالى بختيار عنده العمليه ان شاء الله، العمليه ديال النيف. كيسولوني اسيا شنو هي العمليه، شنو العمليه غدار وهذا، قلت حتى نوصلوا لهاد ليطاب هادي باش نقول لكم شنو غادي نديرو. ف غدا ان شاء الله باذن الله تعالى كما شفتوا دار باختيار تحاليل، وخلي اختكم هي هادي بصح معكينا جري وجاري، دار تحاليل
دار المسائل ديالو كاملة، قاد المسائل، خلص المصاريف ديالو، كل شيء، فكل شيء ريغلي، كل شيء مقاد، كل شيء مصايب. والوقيتة فاش خلصنا، فاش شونا خلصنا في ميرا كلينيك، في الكلينيك ديال السنان، خلصنا كل شيء، خلصنا العملية ديال السنان معها العملية ديال بخشيار والعملية ديالي، يعني كل شيء في دقة واحدة. فالبنات بزاف كيتسائلوا اسي شنو هي نوع العمليه اللي غيديرها باختيار. حنايا جينا لهاد البلاد هادي ماشي جينا شي حاجه باغا نديرو شي حاجه فوق الخيال، لا، عندنا مشاكل، حاجات اللي درناه اللي غادا نديروهم ان شاء الله ونتمنى يكونوا ناجحين اصلا فرصه، درناهم لاسباب، انه من الاسباب الرئيسيه وانه عندنا مشاكل وكنعانيو منهم، هذا هو اللي كاين. فنهضر لكم دابا على باختيار، انا خليوني من بعد. السبب الرئيسي اللي عند باختيار هو المشكل في النيف، غادي يدير عمليه على النيف ديالو، ماشي دايرو لهدف على انه صافي غير شقات لي بغي يديرو، لا. فاش كان صغير كان دار واحد كان دار واحد كما تيقولوا حادثه على غير قصد، خوه كان كيلعب معاه، كانوا لاعبين كيلعبوا بشي حاجه، هز خوه داك بحال الحديده ضرباته هنا، هرست ليه نيفو. فاش تهرست ليه في نيفو داهم ما كانوش عارفينو انه نيفو مهرس، مشى للطبيب وداك الشيء على مده، مع نيفو بقى كيعطيه الصداع مده، شنقول لكم عارفش عند الطبيب في الاول بحال ما كان عنده لا الم لا والو، عارفش بدا كيرجع ليه الالم. ملي مشى للطبيب لقى راسو عنده هرس هنايا، فلا شتو نيفو، شتو نيفو البنات، البنات راه لاحظوها قالوا لي 100% غادي يكون غيدير نيفو، فلا شتو البنات هنايا تيبان نيفو بحال عوج هنايا شويه مضغط، وهنايا خارج تبن هاد اللحمه هادي اثر عليها، هنا عنده منفوخ وهنا لا. فلوبيراسيون اللي غادي يديرها غادي يحيد، غادي يعاودو يهرسوا ليه النيف ديالو كتيبالطك، يعني غيعول على هنايا غادي يولي ليه كحل، غيعاودو يهرسوا ليه نيفو، وعاد باش غادي يعاودو يصلحوه ليه ضروري، باش غادي يعاودو ليه جبيره النيفو، وفي نفس الوقت غادي يقاد هاد البلايص هادو، هاد اللحمه هادي غادي يقدر يقادوها ليه، هذا هو اللي كاين، لانه هاد اللحمه بحال تقولوا جهه ولات خارجه وجهه مضغطه، يعني اثر ليه على الشكل ديال النيف ديالو، النيف ديالو مابقاش مقاد، لانه الطبيب وعطاه حتى مشكل عنده حتى مشكل في التنفس. دابا هو منين كيمرض ولا شي حاجه كيكون عنده، منين كيضربوا الرواح كيحس براسو نيفو ماشي نورمال، عنده مشكل في التنفس. هذا هو اللي كاين حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تعجبوا النتيجه، وانت نتوما ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه غدا ان شاء الله، باش نقول لكم بروغرام. دابا انايا خصني دابا غنوض غنجمع لي حوايج في الصاك ونوجد لي المسائل ديالو، لانه دابا هو نعس، عنده الرونديفو مع 5:30 ديال الصباح، خصو يكون واجد لتحت في الريسبسيون باش يجي الشيفور يديه، عنده خصو مع 5 يكون نايض فاق من النعاس. انا صراحه كانوا قالوا لي مزيان تمشي معاه، ولكن الدراري البنات صراحه راه غادي يتعذبوا، قال لي باختيار من الاحسن، وقلت لي انا قلت له والله الا الدراري اشنو الفائده غنمشي معاك، خليه حتى ان شاء الله دوز لوبيراسيون ديالك، حيت عنده العمليه مع الصباح، مع تنظن مع غتكون عنده العمليه مع 7 الصباح، ف من الاحسن انه يمشي لراسو. قلت ليه سير الله يسهل عليك، وانا يا اونفو ان شاء الله يفيق الدراري، نريد لي مسائل ديالي، نقاد اموري، نكون عندك ان شاء الله، اونفو غادي تفيق تلقاني واقفه حداك. هذا هو اللي كاين حبيبي، عرفتي وصفي عرفتي طيب لي راسي، عندك تخرجي، عندك تمشي هنا، عندك تمشي لايز التجمعات، عندك تمشي حيت بنات بزاف تما الله الله يحفظكم ليا خايفين عليا، عندك تمشي بلاصه التجمعات، عندك هادي باش وجدت لي حويجاتو ورانا نعس دابا، حيت مع الله يحسن العوان انا عارف هاد الالم ديال السنان منين تيبرضوهم لك كتبغي الراحه، ما تبغي لا هكا لا هكا. عنده شتو عندنا صاك كحل، هذا صاك كحل ديال الرجال، ولكن هذا هو غادي يجي مزيان دابا، كل غولو كيهزو الرجال وبنات، غادي نعطيه هاد الصاك هذا يهز فيه لي زافير ديالو. شنو درت ليه هنايا؟ هنايا اول حاجه عطيته الليكات، لانه الواحد تيقدر يجيه تبوريشه، الا بغى الليكات مش عارف ينفعو، درت ليه الليكات هنايا، هنا درت ليه الشارجور، صيفط ليه ميساج باش بلا ما نفيقو الصباح يشوف هذا، عطيته الشارجور لوريجينال، لانه الانسان يكون مكسل ما عنده كيفاش غادي يدير باش يدبر على راسو، انا مازال تحنثرت راه عندي كيفاش ندير. ها هو الشارجور، فيه بانطوفه هادو ديال الاوتيل، البانطوفه ديالو ما جابهاش، قلت لي عيط فيه هز بانطوفتك هز بانطوفتك، ولو ما هزاش تيسمع شي انايا في شي حوايج، هو من النوع اللي ما كيجيش البرد دغيا، عزيز عليه بقى مصيف، قلت ليه طلعك راك شي الظهر كيضرك. هنايا هاد البانطوفه هادي، صافي قديتي هنايا الملابس الداخليه ديالو، داك السليب سماطي البلاصه، راه قلت لكم شنو هو السليب باش بلا ما نبقى نعاودها،
يكون ديال الخيط هنايا داك هو سليب سمارت. دابا اللي كاين حبيباتي، وانا درت ليه تقشرات اش قلت لكم البنات، قلت لكم رغم ذلك غنهز ليه تقشر، انا عارفاه مي ما كتعجبوش الحاجه ديك الساعه كيقول لكم بغيتها شويه كنرجع لها. هما تقشرات غندير ليه جوج، ما تزكوليه ولا شي حاجه احتياط، جوج تقشرات صافي. وبيجامه وحده حيت ان شاء الله غيبات غير ليله وحده في هذا في الاوتيل. بيجامه انتم شوفوا حتى البيجامه نفسكم كيموت على الصيف ما يمكنش. وهنايا البنات هزيت ليه الكيت ديالو، ها هو درت ليه حتى هو هنايا حتى عنده الماتش غيتفرجوا في السبيطار. هنا درت ليه قرعه الماء، وهنايا لا تخوف ديال هاد الساشيه ديالو فيه الانتي انفلاماتوار كما قلت لكم، فيه الماسك ديالو صافي، وفيه هنايا هذا ديال تشلال الفم عشان غزال الدواء. قال لي بختي نير الرحمه قلت لها الدواء هذا تماما فاش كنت درت الهوليود سمايل فاش كنت جيت درتها عندهم عطاوني هذا. عرفتي راه دقه بطل، شوفوا البنات بغيتو تشريوه راه فن، راه ما يمكنش عرفتي، راه رحمه سيدي ربي رحمه كيطار لك الالم سور بلاص. انتم شوفوا سميتو ديكلو فلام، ديكلو فلام. المهم لي زافير ديالو هما كلهم كاينين هنايا يا زناخوي، وراه باغي يمشي طويل بحال هكا. قلت لي واش نبقى تابعك بحال امك، قلت لي امك مشات عند الله وخل وجاب لك الله ام وحده اخرى بدا كيضحك. قلت لكم بحال شكون غيدير عليك هادشي. المهم وجدنا هنا صغير، انا غادي نهز مع داكشي كامل. انا متاكده شوفوا لو مداش معاه الصاك غادي يجي ويقول لي ناري صحابني كنت ديت هادي داري كنت صحابني داكشي الاخر كلشي كاين لهيه. هنايا ديتي داكشي الاساسي اللي ما غاديش يلقاه بحال الكيس شارجور وهذا، هذا هو اللي كاين حبيباتي. المهم انا دابا شنو غادي ندير، غادي نعس فارين باش غندوش في صافي. كنحس براسي شوفوا شعري بدا كيطلق لعلالك بدا كيطلق الزيت ديالو، فغادي ندوش ان شاء الله. وهانتوما معايا شوفوا لي شنو غادي ندير، غير نعس فارين وانا معاكم. ديري الصفر ديالو ديري بحال الجيران. كنافة والمحلة بيعطي عندهم واعر الكنافة فلة، ميمكنش نجي لتركيا وما ناكلش الكنافة. كنافة ولكن ماشي أي واحد تيطيبها زوينة، كاين اللي تيديرها لها علاقة. صافي هنايا هنايا بختي خدا كاين واحد كاستر، واحد كاستر وواحد محلة به. ماشي ما بغاتش تشافي بغات تلعبي، داكشي علاش ديما تدخلوا الريستورون هادي من الاولويات ديالكم. عطيني الموني حسبي شنو عندك عا باش ديري الدومون ديالك، من كيسالي تقول لي شنو عندي الثمن 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 ديال انينا. يلاه ماضي يا ماضي زوينه بصحتك ماما زوينه بصحتك يا حبيبه. زيزي الكنافة هادي بردات كتبقى زوينة خاصها تكون سخونة، زعما دافية على الأقل دافية كي كتولي كتولي معجنة. إوا هنا حبيبتي الصباح صافي غنوض شوفو أرين جا عندي معاه تلقى بختيار مكاينش حداه، جا ونعس حدانا تخشى حدانا تفقت لقيتو كاين حدايا. صباح الخير حبيباتي كي دايرين بخير، لبس عليكم مديوش على الشعكاكة. يلا فقت بالناس فايقتني غي السيدة مكلفة ميري كلينيك باش نوض نوجد راسي عشان بقى عشان عندي كارثه. تخيلوا معايا لي كوش ما لقيتهمش عندي، نقلب الميكه ديال لي كوش هزيت ما عرفت فين طارت. غادي ندوش دابا دغيا ان شاء الله، مع البارح تحركت بزاف غندوش ان شاء الله باش نمشي عند بختيار راه سالا لوبيراسيون دار لوبيراسيون ولكن باقي مبنج دابا باش نكون تما معاه ان شاء الله. المهم انتوما معايا ان شاء الله تعيشوا معايا جميع المراحل. فارين راه ناعسه، ارينات ارينات تحس حس انتوما شوفوا شعل لي الضو باش ما يتخلعش. اوكي
يلا صافي فاري على العزا في البيت الاخر، بغيت ندوش عند باختيار في البيت ديالو. اري نقش شويه وليدي غير تفيق خصك في الاخر. ما نقولو لا دوشه لا بنيني بصح يحب الملوك. يلا خصني نجيب الشامبوان ديالي هنا وداك الشيء، حيت هي غتسمع الصداع اوتوماتيكمون غتفيق. ندوش هنا على السريع صافي غنتحرك. عرفتي مسخيت واحد النعسه النعسه حلوه قبيلات. نمشيو دابا في حالاتنا، نمشيو عند باختيار. دوشت على السريع، يعني نشفت شعري غنقول لكم شنو كنت غندير. ساعة ما صدقاتش معايا. المهم قديت المسائل ديالي كاملين، دابا غدا مع الدراري الشيفور غيجي دابا وكي خصني نطير نمشي نشري لي كوش. عرفتي لا أعصى وحق الله. نمشي دابا أول حاجة غنطير غنقول غير للريسبسيون نقول لهم لا جا الشيفور، قول أنا جاية دابا نمشي نشري لها الكوش، لأنه البارح قلبنا عليهم ما لقيناش في هاد البلاصة. كلموا المحل ساد على سير أرض ماما شكل حصلتي فريش ما تدواش. هما الميكا بزز عرفتي شحال درت على الحوانت. دويش مع داك في اوتيل حكم السلام حبيبة. دويش مع داك دويش مع داك في اوتيل قلت لها عافاك الا جا الشيفور قول ليها انا يا جايه، حيت الدراري مساكن هما الاولويات. مسكينه طيب وداك الشيء صافي خديت ليه كوش. البارح قلبنا عليهم ما لقيناش كلشي ساد. دابا يلاه كانوا حالي بعث علينا العلاج البارح معطلين. المهم حبيبات يلاه نوصل ان شاء الله. انا معكم الشيطان كيتسلى. اختي انا عرفت كيف اللي شو ولا عجيب والله. سلام كي درا اري لبست عليك عشان مسكين يلاه رد. عجبني واحد الراجل مسكين كبير عشان ناض كيجري من القهوه وجاب كلينيكس بزاف عطاهم ليا قال لي كيمسحي لي بدا كيمسح لي في وجهه. لا كاينين شي ناس سبحان الله العظيم تلقى فيهم الحنان. عرفتي درت واحد الدوشه زوينه صراحه، ولكن عرفتي راه على السريع زرب 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 دغيا مع راسي ما عرفتش كيفاش غادي يكون اشكال داير داك الفنيفو. مسكين كاين في قافيه والله سبحان الله العظيم. واحد تيدخل يتأوبر واخا ما عرفتش شنو غادي يكون كيدير. كيبان لك كيبان لك انسان ضعيف. فغنمشيو عنده ان شاء الله بغي جايه نوصل الصقعه. اسيا ويتش وان؟ اورنج لايك اسيا لايك اسيا يا معاك معاك الطريق بعيدة مع يكون الزحام في الطريق. ها يلا كباب شو انتم تدرقش على الكباب فينا Like who? Like looks like daddy. Looks like daddy. Hi, how are you? Salam alaikum. Salam Bakhtia. You okay? Daddy, are you feeling green? Yeah. Are you so wet? It's a bleed. Huh? It's a bleed. No. 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 It's my. How are you feeling, baby dear? Yeah, I'm alright. في فيري ساد فيا نسيو راه كوز هايدي. البنات اختكم قلبها هشيش طاحتي دغيا دخلت عليا غرغره قالت لي هاد البنت ما كي كتبكي قلت لها لا صافي. هنا البونداج حيدتو حيدو لي من رجلي لانه زير لي على رجلي قال لهم حيدوه ليا. يلا جينا عند باختيار. يلا كنت كنتسنى مع كانوا كيصايبوا لي في الشومبر وكي مع ارين دونت تاتش داديز فيس اوكي بيكوز هيز هيرت صافي. خصو شي ما خاصوش يحرك راسو وما خصوش يململو نهائيا، ولكن اضطر انه يمشي للحمام فديتو ديتو واقف هكا ما خصوش يتحرك كاع. فالمهم كنت معاه عاونتو داكشي. دابا قالت لي ثلاثه السوايع خصو يبقى بحال هكا. راه في عيني هنوريكم هنايا العوينات ديالو راه دايرين ليه الثلج لانه باش ما يوقعش ليه حشوه نيفو كان مهرس فعاودو هرسوا ليه نيفو. بقى فيك الروح بعدا. فنيفو كان مهر كان قلت لكم مهرس العظم مجبر بواحد الطريقه خايبه فهرسوا ليه نيفو عا باش عاودوا صلحوا ليه وعا باش نقصوا ليه واحد العيوب كانوا عنده في الامام ديال النيف ديالو. ان شاء الله تكون الريزلت زوين. عرفتي شفتوا والله الا عينيا دمعوا ليا بقى فيا الله يشافيك. Yeah.
حبيباتي. غنجلس معاه هنا، غنبقى معاه، ولكن نقدر انني نباش معاه، ولكن انا ما غاديش نباش معاه. لا، علاش؟ لانه الدراري والحاجه ديرونجمون، فين غينعسوا؟ لو كنت انا ماشي مشكل، يقدروا يجيبوا لي شي حاجه ولا نجلس نباش غير جالسه في الكرسي، ولكن ما غاديش نقدر. علاش؟ لانه الدراري كما قلت لكم. ثانيا هو باش يرتاح يتصنت لعظامو، حيت الواحد تيكون داير لوبيراسيون تيبغي يتصنت لعظامو. عنده ليله وحده فقط فين يقدر يبقى في السبيطار. عنده دابا 3 سوايع ياك اختيار يا في اوكي يا الحمد لله. عنده 3 سوايع دابا، خصو يبقى مرتاح، ما يحرك لا وجهه ولا يقيس شي حاجه نهائيا. مور 3 سوايع ساعه يقدر يدير اللي بغى. وش ده دادي؟ واش هي دوين ده؟ يزريلاكسي. قلت لكم 3 سوايع ديك الساعه يقدر يدخل الحمام، غير هو راسو ديما خصو يبقى بحال هكا، ما يحركش راسو، ما يهبطو، ما يدير لي حتى شي حاجه. بالنسبه للثلج، هادو اللي في عينيه هادو راه ليقاش معمرينهم بالثلج، خصو كل مره يحس بهم. ولاو بلاش نشوف، ولاو كيديروا دابا اون فوا غيتحيد الثلج غيولي غير الما، غنعيطو عليهم نصونيو عليهم باش يجيو يجيبوا لي عاوتاني الثلج. خصو يبقى يدير هكا، حيت 90% من تحت عينيه غيزرق بزاف. هذا هو اللي كاين. برافو ولدي. ريلي سوبا غود. جابوا لي هنايا الماكله، ولكن شي سخونه باختيار. ايوا صافي، هنا البنات خصني كل مره نبدل ليه داك اللعيبات، ما حد معاه. اما راه الفرمليات راه هما اللي يبدلوا ليه. دابا غادي نوجد ليه، غادي نعطيه ياكل، غير هو خص راسو ما يحركوش. عنده 3 سوايع بقى بحال هكايا. بغيت غير نقول لكم انه البنات العمليات راه هادو كيكونوا شويه معقدين، لانه ما ساهلينش لا بالنسبه للالام ولا بالنسبه لهذا. وهو كما قلت لكم راه عنده ضروره ديجا النيفو مهرس، وكان داير خلق لي شويه المشاكل من جهه التنفس وهذا. ونتمنوا ان شاء الله تكون نتيجه مرضيه، لانه نقص واحد اللحمه من القدام شويه كانت عنده كثيره بحال مشحمه، حيدها وان شاء الله تكون نتيجه مرضيه. ما عجبتوش لاصوب، قلت لي خصك تشبع كرشك، مسوسه وما فيها حتى مذاق. وهنا عطينا واحد الماء قال لي تيتميكس مع هذا باش يعطي داك النسمه شويه ديال الحموضه، ولكن راه ما لا علاقه صراحه. ديري لا غير قلت لك كولا فيها الفيتامينات، راه واخا ما فيهاش المذاق تشبع لك كرشك، كرشك شحال هكا بالجوع. صح اورا ب ب شوفوا البنات تواركه كيفاش عملوا هادشي باش يحمقوني النظافه والنظام. شوفوا الشومبر كي دايره، الشومبر غزاله نقيه وداكشي فن. ديري في الكونفر ديال الفلوس مساند جدادين. شوفوا نتوما الثلاجه ديالك هنايا، شوفوا في هذا الفاس هذا، شوفوا في هذا الفاس هذا الحمام كيدير. شوف بحال جالسه في اوتيل توب صراحه. شوفوا النظافه كيدايره، شوفوا النقاء صراحه تيصدموني انايا بداك النظام والنقاء والنظافه. داكشي عندهم واعر، تحسي براسك قالي بغيتي هادشي كتحسي بواحد الراحه، كيهتموا بالواحد، داكشي نقي ومنظم وزوين صراحه. حيدي حيدي ديك من الطواليت صافي. وهنا نكمل لكم هنا مع جاو. قلت لكم شو البنات الحمام صراحه نقاء النظافه داكشي غزال، ما نكذبش عليكم. كتحسي بواحد الراحه، شي الواحد ملي تيكون جالس في بلاصه ونقيه بحال هكا كيحس بواحد الراحه التامه صافي. عاد باش هنايا البنات الحمام، شوفوا ها نتوما ديري لك فين تقدري تعومي، ديري لك الكرسي تما، الواحد لا كان ما فيه ما يجلس، ها نتوما يقدرش يجلس، تيدخل هنايا تيهبط هذا يقدر يجلس يتحمحم ويدير هذا الكرسي.
صراحة هادي عطاوني فكرة والله هي زوينة. الطاجيرات الحمام ديالك الرشاشة وهذا واحد الطوب والنقاع عرفتي زبلة ما تلقيهاش الدور زبلة ما تلقيهاش حنا جينا جينا بعجاجتنا. المهم البنات الدراري غادي يمشيو ما غيبقاوش معايا. المهم صحاباتي جاو من المغرب وغادي صحاباتي جاو من المغرب جايين عطلة وسبحان الله جاو معايا نيشان. غادي نخلي معاهم آرين صافي نخلي معاهم آرين وفارين حيت ما مرتاحينش هما وانا خصني نبقى معاه نبقى منتاح شي حاجه شحال من حاجه. شي مالكي ضحكتي مالكي ادوي المهم نعس شويه باش يرتاح. كنتسنى غير الدراري يمشيو مع دارو لينا الهراج مع هو مريض بس الصداع ما كيتحملوش. لا آرين لا آرين لا ما بغاوش يسقشوا لي اليوم. تسدي بابا راه راسك طلع على يديك غيجيو صحاباتي دابا باش غادي نخلي معاهم الدراري انا وموراها بغينا نتفرجوا في الماتش ديال المغرب ضروري المغرب حاضره ناضره وبغيت نبقى معاه حتى يصحصح لانه واخا كاينين الفرام الياس راه مقابلينه اصلا كورسه ولكن بغيت نبقى معاه بحال يبغي شي حاجه يحشم يقولها لهم ديتو للطواليط عاوتاني وهذا شي حوايج ما يقدرش يقول لهم الفرام الياس يديرهم فداك الشيء علاش بقيت معاه غنبقى معاه حتى يفاق خصو يبقى ثلاثه السوايع بحال هكا يا متكي عاد واش قصعي ولي عنده الحق انه يتمشى ثلاثه السوايع خصو يبقى بحال هكا. يلا جابوا لي هنايا خبيز الويمينات الماء جابوا لي هنايا خضره خيطه هنايا باستا لو باستا صافي هنا لاصوب كنظن هاد لاصوب بنينه دابا لا ديال قبيله فيها الريحه دابا اورنج يا ديونا No, I want to eat pasta. She's for the day. One second, we're gonna ask. He's gonna eat. You going with Mariam? She's gonna feed you, okay? Daddy, not with me. Ah. Wow, صح. تلا. حبيبتي غادي ندي الدراري باش يبقاو مع البنات حيت انا الصراحه ما غاديش نقدر حيت ما غاديش نبقى نخليهم معايا صدعوا باختيار مع دارو راسو في نفس الوقت انا ما نقدرش نمشي ونخليه فغيبقاو مع البنات هما مولفينهم. صافي البنات خليت الوليدات مع صحاباتي قالوا لي قلت لهم اش غدير فكرنا قلت لهم غير خليهم معاكم كانوا بغيو يديو معاهم للدار ولكن قلت لهم صافي غير خليهم حداكم معايا هنا معاكم في الكافي تنسالي باش نمشي معاكم صافي هنايا قلت لبختيار غير تصبر عليا تندي الدراري باش تاكل على راحتك معايا الغواش وداك الشيء ما هما مرتاحين ولا حنا مرتاحين وشوفوا نيتي سبحان الله العظيم البنات جاو نيتان معايا مع هذا هو اللي كاين حبيباتي فغدا نعطيه ياكل وغنعاود نسول الطبيب زعما واش يقدر صافي يبقى راسو هذا صافي موراها عاونتو غير في الطواليط عاوتاني جمعت ليه حوايجو قادت لي مسائل ديالو شنو غيلبس غدا حيت ما خصوش يلبس تريكو هذا قلت ليه اش كاين لقى راسو خاصه البيجامه تقاشر بردو عليه رجلي لبسهم لي يعني داكشي اللي قلت لكم داكشي اللي قلت لكم على الصاك هو اللي كان ايوا هنا صافي مره مره تيجيو تيدوزوا ليه الدواء ولكن صراحه اش غنقول لكم العنايه كاينه فائقه الى ابعد فائقه الى ابعد الحدود صراحه كتب على الله حرام خصوصا البنات قلت لكم راه كاينين بلايص اللي تتحجزي تتلقاي شي حوايج كارثيين راه واخا هنا في تركيا راه ماشي كلشي غنقول لكم زوين ولكن هادو راه الصراحه الطوب. تخيلوا معايا تيبقى معاه مرافق واحد السوري كيدير الترجمه لانهم اتراك وما تيفهموش وما كيفهموش قليل كاين اللي عندهم الانجليزيه ولكن بعض المرات يقدر يطيح فرملي ولا فرمليه ولا الطبيب اغلبيه كيعرفوا اللونغلي الفرمليه كاين اللي ما تيعرفش الانجليزيه فديري ليه مترجم كيبقى منها مترجم ومنها كيعاونوا بحال هكا بغى شي حاجه البارح بزاف نفعوا انا ملي مشيت قال لي عرفتي حسيت براسي تشهيت شي حاجه حلوه فمسكين هذاك اللي معاه مشى باختيار سخرو قال لي جيب لي شي حاجه ديال الحلويات والشوكولات وهذا فخداه. ايوا هذا هو اللي كاين حبيباتي دابا غنتحرك ان شاء الله باش نمشي عند الوليدات والبنات باش نتفرج. صافي هنا البنات بنص هذا الترونسبور اللي جا عندي الشيفور ركبوا معايا البنات معنا الدراري وهذا فكن غنمشيو اول حاجه نتعشاو عاد باش غادي نتحركوا
ديتهم المطعم السوري اللي تناكلو فيه انا وباختيار، عاد باش ديك الساعه غنتحركو باش نتفرجو في الماتش. قلت لهم ما يمكنش لينا حنا ما واكلين والو، كيفاش غنركزو مع هاد الفراجه، كيفاش غنتشجعو؟ ايوا الحمد لله المغاربه كاملين شجعوا بقلبهم بعقلهم بروحهم، والمنتخب حتى هو راه مسكين لعب من القلب للقلب، وهذا الشيء اللي عطى الله. انا البلاد شوفوا البلاد شنو جابوا لي من المغرب، جابوا لي الرايه ديال المغرب، عرفتي كتبان لي بحال الذهب مع هادشي ما جبتوش معايا. خلي خلي اراني نقول بريك لا ليس، جابوا معاهم الرايه ديال المغرب، الرايه ديال المغرب باري، وهذا كاسكيطه ديال المغرب. وا المغرب هلا هو هلا هو هلا هو هلا هو هلا هو هلا جيبوا لا على البنات جيت القهوة نتفرج وندير الباروك لصحابات. صحتك الصحة نسكوار. المهم حبيبات هادي هي نهاية الفيديو، ما كملناش لكم صافي تستريسين. راه البنات ولاو تيقولوا لي يلا نوضوا ما كملوش، قلت لهم ما بلاش عاوتاني مباسلات بانوا ما عندناش روح رياضيه، خلينا جالسين صافي تيكمل الماتش. فهذا ما كان حبيباتي، ما نطولش عليكم بزاف، بوسه لكم كاملين، خليكم معايا ان شاء الله الفيديو الجاي تشوفوا معايا بزاف الحوايج. السلام عليكم. ما تنساوش البنات تحملوا التطبيق ديال ساندويف، راه واعر واعر واعر، وتبارك الله تتنزل واحد البركه ملي تتصيفطي فلوس ديال المغرب، راه عرفتي تبارك الله. قلت خساره ما عرفتش هاد لابليكاسيون قبل، عرفتي عندهم طود شونج طالع بزاف فري، ما تتخلصي حتى ريال، وزائد انه 10 باوند لا كود برومو اسيا غادي تستافدي، غادي تزيد لك على المبلغ اللي غتصيفطي ان شاء الله.